جامعة بيروت العربية خرجت الدفعة الأولى من اختصاص من طلاب يلي تخصصوا بهندسة البترول رح نحكي عن هالموضوع مع دكتور رامي حرقوس أهلا وسهلا فيك حضرتك رئيس اسم الهندسة الكيميائية وهندسة البترول بجامعة بيروت العربية بكلية الهندسة شيء مؤثر دايما لما بنشوف تخرج ايه فرحانين انتو فيهم ايه هن كمان فرحانين بهالاختصاص الجديد يلي بدنا نرجع نعرف عنه سوا وانا انا وحضرتك صح بدايه صباح الخير سيده رانيا هذا الفيديو اللي شفناه هي الدفعه ال 55 لخريجي طلاب كليه جامعه بيروت العربيه بشكل مم. عام يلي تميزت هي السنه بالدفعه الاولى لطلاب هندس برنامج هندسه البترول بكليه الهندسه مم. طبعا لمحه سريعه عن هذا الاختصاص او سير النفط بلبنان بسنة 2010 بدأت الحكي جديا عن هذا الموضوع بسنة 2013 طبعا بمساعي رئيس جامعة الولايات العربية دكتور العدوي يلي أعطى توجيهاته لحتى نواكب هذا الموضوع وأهميته بلبنان فانطلق برنامج هندسة البترول بجامعة الولايات العربية في سنة 2013 وبالتالي نحن كان عندنا هلأ أول دفعة تخرجت بلبنان باختصاص هندسة البترول طبعا هندسه البترول او بصناعه الغاز والنفط في عندنا ثلاث اقسام مختلفين الأول يلي هو اسمه الأب كل عمليات الاستكشاف، عمليات الحفر، عمليات الإنتاج، وتقدير الكمية النفط أو الهيدرو الهيدروكربونية بداخل مكامن الأرض، من بعد منا القسم الثاني يلي هي الميد كل ما يعنى بالنقل والتوزيع وتخزين النفط الخام، والقسم الثالث يلي هو التكرير والبتروكيماويات، يلي تكرير النفط الخام إلى منتجات بتروكيماوية وبالتالي من مراها الصناعات البتروكيماويه لحتى نحصل على البلاستيك ودهانات وغيره فإذاً اختصاص هندسة البترول اللي موجود بجامعة الولايات العربية هي الاسم الأول اللي هو الأبستريم فهذه الدفعة بتميز بعدة مكررات مختلفة باختصاص هندسة الحفر هندسه الانتاج آه، الريزرفور إنجينيرينج والاستكشاف والجيولوجيا فهيدي كانت لمحه سريعه عن الاختصاص خليني هيك العربية. اسالك يعني سؤال عملي شوي خلينا نقول، اليوم هالاختصاص هيدا سوق العمل موجود لهم بلبنان؟ هلا حاليا من بعد ما صارت الاتفاقات وشركات ثلاث شركات الكونسورسيوم الائتلاف يلي اجى على لبنان لاستلزام بالبلوكات البحريه بالبلوك رقم اربعه ورقم تسعه بقلب لبنان صار في عنا امل كثير واعد انه يكون السوق النفطي بقلب لبنان مهم وهيدي احد اهداف جامعه العربيه انشاء الكادر التعليمي لاستصدار اليد العامله التقنيه والهندسيه لحد ما هيدي الشركات تكون موجوده بقلب لبنان يكون في عنا اليد العامله المناسبه فسوق لبنان مهم طالما الاتفاقيات والتوافق بقلب لبنان مستمر طبعا مش بس بقلب لبنان كمان عنا سوق الخليج سوق وافر جدا وهذا تبين من خلال أول دفعة تخرجت عنا صار في عنا عدد لا بأس به من الطلاب مضت عقود عمل بدول الخليج على كل حال هالاتفاقيات هي مع شركات وايضا مع جامعات برا بالخارج من قبلكم لحتى تقدروا كمان تامنوا هالاستمراريه للطلاب يلي عم يتخرجوا من عندكم يعني شو الهدف منها وقد ايه مهمين هالاتفاقيات دكتور 100% جامعه العربيه حتى تواكب هذا التطور الاكاديمي اللي صار لانه هذا الاختصاص اختصاص جديد نسبة بلبنان، كان لابد انه نعمل اتفاقيات تعاون مشترك مع شركات نفطية عالمية ان كان بدول الخليج او باوروبا، وايضا مع جامعات اوروبية. نحن في اتفاقيات مع شركات شلمبرجيه قدمت دونيشن للجامعة. بمجال البرامج المحاكاة السوفت جدا مهمة متطورة في شركات بقلب الخليج بيطلع طلاب من عنا بيعملوا تريننج فيها بس بفصل الصيف وأيضا اتفاقيات مع جامعات بأوروبا خاصة بجامعة بلويشت برومانيا في عنا طلاب بتعمل سمر سكول كل سنة وبتبرم على بعض الشركات هونيك الموجودين بين نواحي الحفر والإنتاج وغيره هذا الشق العملي كمان مثل وكانه ترينينج بيتعلموا منه كمان كيف بيكون العمل على الارض على هل اختصاص هيدا كمان بحاجه لتقنيات عاليه بتتميز فيها جامعه بيروت العربيه وهالمختبرات يلي موجوده كمان فيها نحن بدنا ناخذ لمحه كمان عنه بس خليني اخذ وقفه صغيره قبل ما نرجع طبعا حديثنا مع دكتور رامي حرقوس رئيس قسم الهندسه الكيميائيه وهندسه البترول بكليه الهندسه جامعه بيروت العربيه اهلا وسهلا فيك بدنا نقول لهم مبروك للدفعه الاولى يلي تخرجت من هالقسم هيدا ونتمنى لهم اكيد مستقبل يكون باهر بمساعدتكم كنا عم نحكي قد الاتفاقيات كمان مع جامعات بالخارج وايضا شركات موجوده بلبنان وبالخارج ممكن تامن لهم مستقبل مثل ما عن جد بيستحقوا يعني ولكن بالتحضيرات ليوصلوا لهون في جامعه محضره مزبوط ان كان من الاقسام من ناحيه التقنية والتكنولوجيا وايضا الاساتذه الموجودين خلينا نحكي عن قسم المختبرات وكل هالقصص التقنيه اللي موجوده قدامهم نعم اهم شيء للطالب اللبناني باي اختصاص كان هي المختبرات الموجوده فنحن بسعي عميد كليه الهندسه الدكتور عادل الكردي عملنا اتفاقيات مع شركه شلمبرجيه وقدمتنا دونيشن بقيمه 2 مليون دولار على برامج محاكاه جدا متطوره هي البترول إكليبس. هذا نحن موجودين عنا بمختبراتنا بمختبر السيموليشن لاب يلي بيعنى بكل امور هندسه الريزرفر ايضا عنا كمان مختبر جدا متطور متطور بالبتروفيزيكس يلي بيتم عملية كل الخصائص السوائل النفطية والصخور النفطية كمان هذا جدا مهم، وطبعا عندنا بعلم الجيولوجيا ما يقارب 30 مجهر متطور جدا لدراسة بعض الخصائص الصخور يلي بتكون موجودة بباطن الأرض. طبعا عنا كمان جهاز جدا حديث يلي هو بيعاني محاكاة عمليات الحفر والمشاكل يلي ممكن تصيب أثناء عمليات الحفر، هذا أي مهندس مجبر كل سنتين يتم تدريبه تدريب بشكل رسمي لحتى يحصل على سيرتيفيكيت معينه لحتى يقدر يتابع عمليات الحفر بالشركات وهذا نحن استحصلنا عليه وحيكون مخصص ايضا لطلاب برنامج الماجستير بهندسه البترول يلي حتفتتح قريبا عندنا بالجامعه قد اليوم الطلاب يلي اللي اللي عم بيوصلوا من المدرسه من اختصاصاتهم المدرسيه لازم يكونوا مهيئين لهيك اختصاص يعني عم نشوف اشياء 100% علميه ويعني بمستوى يمكن صعب شوي علميا هل في طلاب معينين هل في معدل عام اختصاصات معينة لحتى يدخلوا الكلية آه برنامج هندسة البترول مثل كافة البرامج الهندسية الموجودة بجامعة العربية الطالب انه يكون ناجح بالثانويه العامه بيخضع لامتحان دخول نسبه عادي مثل كافه الاختصاصات واللي ناجح بيقدر يختار البرنامج يلي بيريدوه منهم برنامج هندسه البترول وانا هون بحب ضيف شغلة على مستوى التلميذ اللبناني آه لا باس به المستوى تاعهم وهذا اثبت خلال الطلاب الموجودين بجامعة العربية وقت اللي شاركوا بمؤتمر أديبك العالمي بأبو ظبي وقدرنا حصلنا على المركز الأول من 16 جامعة مشاركين من دول الجوار من 11 دولة مختلفة منهم جامعة بيروت الأمريكية في القاهرة وجامعة الملك فهد وحصلنا على المركز الأول بتقنياتنا الموجودة عندنا بالجامعة وبطاقات طلابنا الموجودين هيدا كثير منفتخر فيها الإنجاز أكيد خلينا نذكر بمواعيد التسجيل للامتحان وأيما الامتحانات هلا بأيلول في المفروض يصيروا من خلال هالشهر صار في دوره اولى تم فيها امتحان الدخول نعم. وطبعا الدوره الثانيه بتكون خلال هذا الشهر او اللي أه. ورا طبعا لحتى الدفعه الثانيه بتعرفي من لحق الطلاب اللي نجحوا بالدوره الاولى والدوره الثانيه بالامتحان اكيد ونعطي حظ وحظوظ لكل الناس يعني والكل قادر يتسجل ميل. ويتقدم للامتحانات يعطيكم الف عافيه الله وان سلام. شاء الله دائما بالمراكز الاولى شكرا حلو. لوجودك معنا دكتور رامي حلوك. شكرا لحضرتك كتير للانتظار رح ناخذ بريك صغير منتابع خليكم معنا